سجلت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا، إذ سجلت أكثر من 274 ملايين دولار. وبحسب جدول نافذة بيع العملة، فإن المركزي باع خلال مزاد اليوم 274,980,624 دولار، غطاها البنك بسعر صرف 1305 دينار لكل دولار الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي. وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات اعتمادات، وبواقع 210,210,642، فيما ذهبت البقية البالغة 66,770,000 على شكل مبيعات نقدية.